مزيان سيدي، الله يجعل البركة، الله يجعل البركة، بخير الحمد لله. لا شوية الحمد لله، لا بخير الحمد لله. لكن الفاكهة الناس ديال مولفين في هاد العواشك يدو الفاكهة. الفاكهة، اللوز، كي القرقاع، التمر. الثمن مناسب، كاين القرقاع داير 120 درهم ديال البلاد، وكاين اللوز ب 80 درهم. التمر كاين من 20 حتى ل 35 درهم. الثمن مناسب ماشي، الله يجعل البركة. شوية شوية الإقبال كاين، باقي دابا عندنا 3 أيام تقريبا، حتى الخميس دابا كتكون فيه الإقبال الفاكهة. هاد الفاكهة ديال العواشم عندنا من هاد السيمانة تقريبا كاملة حتى الخميس، فيها التمر، فيها القرقع، فيها اللوز، فيها الشريحة، فيها الزبيب. كاين كاوكاو، كلشي هادشي كاين في الفاكهة ديال العيشة. الزيتون حتى هو تياخذو، حتى هو تياخذو، حتى هو كيكون عليه الطلب شوية. الزيتون كاين الأحمر، كاين الكحل كما تشوف، كاين بلعظم، كاين البلدي. آخر كلمة كنقول مبروك على هاد العواشر، والله يجعل هاد السنة تكون سنة خير وبركة، والله يرفع علينا هاد الوباء. الشعب المغربي نتمناو الخير من هنا لقدام إن شاء الله، نتمناو الخير، الله يوفق الجميع. الشعب المغربي كنتمناو يديروا الاحتياطات ديالهم في هاد الوباء، والله يرفع علينا هاد الوباء، يديروا الاحتياطات ديالهم مزيان من تباعد ومن كمامة ومن كلشي، والله يوفق.